المنبر العلي بفكره الرشيد، به الذكرى به العبرة به التفسير والتسديد، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العلي بدرب آل المصطفى، المنبر العلي. صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الله عز وجل نعت القرآن الكريم بهذا النعت بأنه كريم. خلينا نعرف شنو معنى كريم، هاي الصفة اللي أعطيت للقرآن. الكرم اللي موجود شنو هو؟ هو طبعا احنا نعرف أن الكرم العطاء. العطاء إلى صنفين، أكو عندنا عطاء مادي. العطاء المادي مثلا واحد أنت تأخذ من عنده أمور مادية، إما نقد أو طعام أو ملابس، إذا جاد عليك بهذا هذا عطاء، لكن عطاء مادي هذا. وأكو عطاء، لا عطاء معنوي. العطاء المعنوي شنو هو؟ عطاء المعنوي مثلا المشورة الحسنة، فد واحد تستشيره يعطيك ثمرة من ثمرات التجارب، مر عليه تجربة وانت تستشيره في قضية مماثلة ينصحك، يقول لك لا هاي لا تسويها او هاي سويها مثلا. زين، هذا عطاء شو نسميه؟ عطاء معنوي، يعني الإشارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول تصدقوا على أخيكم برأي يشدده. إذا واحد من إخوتكم طلب من عندكم استشارة، اعطوا رأي، هذا الرأي يوجه التوجيه الصحيح. طيب، مثلا من العطاء المعنوي العلم، واحد أنا أجلس إليه وأخذ من عنده علم، أخذ من عنده نظرية علمية، نظرية تاريخية مثلا إلى آخره، الأمور العلمية، الأبعاد العلمية، هاي من العطاء، لكنه عطاء غير مادي. زين، مثلا أفرض بعض النظريات اللي إلها علاقة بإصلاح المجتمع، أنا مثلا أروح إلى جهة، هاي الجهة تعطيني خلاصة تجاربها في إصلاح المجتمع،
هذا عطاء. عطاء أيضا نوع من الكرم، يكرمني لكن يكرمني بنظرية، هاي النظرية تخدمني، توجهني، تكبر عقلي، تكبر ممارساتي بالحياة. طيب، إذا عرفنا أن الكرم إلى نوعين، أكو نوع كرم مادي وأكو نوع كرم معنوي، ألفت نظرك ترى الكرم المعنوي أثر أكبر من الكرم المادي. شلون؟ يعني الآن أنت لو فرضنا قصدت لك واحد كريم، وهذا الواحد الكريم أعطاك أموال مثلا، هاي الأموال تصرفها في فترة قصيرة وتروح تخلص. لكن إذا أعطاك نظرية علمية، النظرية العلمية ما تخلص أبدا. تملاحظ كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يقول له إلى كميل، يقول له يا كميل المال يفنى، المال يقول له يفنى والعلم باق، العلم ما يفنى ما يتلاشى. إذا واحد يعطيك نظرية علمية، النظرية العلمية تبقى خالدة، النظرية العلمية تبقى ما بقي الدهر، لأنه مو شيء فدشي يموت أو يفنى. طبعا الكرم المعنوي أهم من الكرم المادي. إذا عرفنا هذا خلي نرجع إلى الآية الكريمة عندما يقول القرآن الكريم إنه لقرآن كريم. كرم القرآن اللي ذكرته الآية شنو هو كرمه؟ شنو كرمه؟ وضعنا القواعد لأصول المعاش والمعاد. يعني إحنا عندنا دارين اللي نعيش بيهن، دارين، دار نعيش بيها أيام مو أكثر. يعني حتى الآن إذا تحسب أعمارنا هي أيام، ما سنين، أفرض السنين جزئها إلى أيام والأيام إلى ساعات وخلص، كل ساعة نقضيها تنزل تطرح منها الكمية هاي إلى أن تخلص. أفراد مهما تصور، وهبك بلغتها 200 حولا، فماذا بعد ذاك سوى الممات؟ مسألة محدودة معروفة، شقد إلى مقدر الإنسان يقضي ويطلع. في أكو عندنا هذا النوع، افرض نقضي بها الدار، دارين عندنا، دار هاي نعيش بها أيام قلائل، ندخل إلها ونطلع من عندها في فترة محدودة، وطبعا لا ندخل باختيارنا ولا نطلع باختيارنا أيضا. من أطب أنا؟ مو أنا مختارها، لا غصبا علي أجي، ومن أطلع أيضا مو أنا مختارها، جروني شئت أما بيت. زين، خلص هاي الدار ينتهي أمرها محدودة. لكن أكو عندنا الدار اللي ما ينتهي أمرها، الدار اللي عبر عنها القرآن الكريم لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هاي الدار الثانية اللي يعيش بيها الإنسان إلى ما لا نهاية. طيب، إذا عرفنا هذا، القرآن الكريم يحتوي على الأصلين، يعني ما ينظم أمور معاشنا وما ينظم أمور معادنا. يعني بعد الموت شنو ينبغي أن نعمل هنا؟ شنو الأشياء اللي نسويها أنا حتى نأخذ النتيجة هناك؟ إذن أشياء يرسم لي إياها القرآن الكريم، يعطيني الأحكام والعقائد اللي تنظمني بالحياة وترتب أمري من بعد الممات. إذن معنى كرم القرآن أن القرآن كريم، وأن القرآن يحتوي على أصول المعاد وعلى أصول المعاش. ولهذا اللي يلتمس له، اللي يلتمس له دليل على تنظيم شؤون الحياة من خارج القرآن، معناه ده يلتمس طريق غير طريق الله، يلتمس طريق غير طريق الله. بس أعتقد قد بعض الناس يقول شيخنا إحنا ودنا نأخذ الحكم من القرآن،
بس منو اللي يشرح لي القرآن؟ اللي يشرح لي إياه، اللي يفسر لي إياه منو؟ يعني ما تقول لي إحنا شبيدنا. الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أبو زرعة يقول للإمام الباقر سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، من أهل الذكر؟ يقول: نحن والله أهل الذكر، لأن نزل القرآن في بيوتنا. بس أنت شو تسوي إذا واحد يعوف هالمية النظيفة هالنبع الصافي، ها، ويروح يدور لماء آخر؟ خليه يختار. فهنيئا لكما، كل امرئ يأكل زاده. ها، والواقع أن الله عز وجل وضع أيدينا على النبع الصحيح السليم الذي يتدفق، نبع القرآن اللي ما عليه غبار. أما أن يجيني واحد يحاول أن يفسر لي القرآن برأي عبد الملك بن مروان، الست تقول له: أنت يا أخي، هسه يا أخي أنت ما أدري، الله عندما رزقك عقل هو مخ لقطينة مثل ما يقولون، يعني أرجوك، هذا المخ اللي الله أعطاك يا غير تفكر به يا سيدي. هذا الرجل مثلا اللي يصبح ويده ملوثة بالدم، ويمشي وفمه مملوء من الخمر، وينام وأذنه تنام على أصوات المغنين، وينتبه وصدره على حجر الدواعر، طيب هذا تأخذ رأيه؟ أنت تأخذ رأيه وتترك رأي هذا اللي إذا جن عليه الليل تحول إلى آهة من الآهات في ذات الله؟ هذا أنت تعوفه، تعوف رأيه؟ هذا النبع الصافي. شو سوي اختيار الناس هكذا؟ الناس، نعم، هذا سبحان الله، الله عز وجل عندما خلق الخلق خلقهم ومتعهم بما يشددهم، أطاهم بما يصلح لهم أمور التكليف، لكن هم شو اختيارهم؟ هم شو اختيارهم؟ لما واحد شو اختياره هكذا، هذا أكو واحد يقول: أنا سألت جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، سألته قلت له: أنت عمن تروي؟ لأن الروايات اللي تجيب لنا إياها التمنين منو طريقك، يعني عمن ترويهن؟ قال لي: أنا أروي عن آبائي، يعني عن محمد الباقر، عن علي بن الحسين، عن الحسين، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله. يقول: لما قال لي أنا أروي عن آبائي تركت الرواية عنه. شايف؟ ما أدري ليش، شنو اللي ما يعجبك من آبائه؟ اللي ما يعجبك من آبائه شنو أنت؟ أنت يعجبك واحد قاعد الخمرة مال أفمه ويصيح: اشقنا يا يزيد بالقرقارة، قد طربنا وحنت الزمارة، اشقني اشقني فإن ذنوبي قد أحاطت وما لها كفارة. هذا الثغر المملوء قدر وخمر تروي عنه، وإذا يروي لك عن آباء الطاهرين تقول تركت الرواية عنه. شوفها هي الحياة، ليش روح بعيد؟ الآن بين أيدينا واقع عملي نعيشه، الآن تفضل بين أيدينا أكثر من واقع، تلقى بعض الناس يترك الطهر الطاهر ويذهب إلى الملوث. على العموم أعود شوية للموضوع. إذن الله عز وجل عندما أنزل لنا هذا القرآن الكريم ونعته بالكرم، الكرم هنا يتناول جانبين. الجانب الأول الكرم المعنوي، نظم أمور معادنا ومعاشنا. والجانب الثاني الكرم المادي، لأن أكد لك إحنا ما صرنا بني آدم إلا لما نزل لنا القرآن، وإلا أرجوك قبل القرآن شنو كنا؟ يعني خلي عنك الجانب المعنوي، خلي الجانب المعنوي، لا، تعلينا إلى الجانب المادي. شنو كان طعامنا؟ شنو كان لباسنا؟ شنو كان بيوتنا اللي نقعد بيها؟ يعني البيئتنا اللي كنا نعيش بيها، البيئة المادية شنو؟ شنو هي البيئة المادية؟ البيئة المادية تجي إلى طعامنا. طعامنا ما كان يتجاوز
بعض الحشرات، حتى بعض الحشرات ناكل، اذا لقيناه ضب نطارد وراه الى ان نلقمه وناكله. ها الى الان مو الشكل مو هذا زين. وما ننتظر ان السماء تجود بالمطر وفضلة الماء اللي تبقى نشربها، او احيانا نشرب الماء الكدر قليب واحد نحتفر لنا جليب على تعبيرنا بير، ها نطلع من عدها الماء، هذا الماء الملوث نشربه. ما يتعدى لباسنا الأزار، ولذلك في صدر الإسلام كانوا إذا أرادوا يصلون واحد من عندهم يركع تبدو عورته من الخلف، ماكو عنده شيء، ها فد أزار صغير. اتأمل هؤلاء، هذا كان هذا لباسهم، بيت يرجع له إلى خباء من الأخبية لا يكاد يرد عنه الحر ولا البرد. هاي في فترة قصيرة إجا الإسلام غيرها، قلبها من واقع إلى واقع آخر. تحول إذاك الطعام اللي كانوا يأكلونه وهو في غاية الحقارة، تحول إلى طعام، إلى ألوان من اللذائذ تحشد بين أيديهم. يحير شيء يأكل، وذيش الملابس تحولت إلى طيلشانات من الحرير، نبه لي، طيلشانات من الحرير. مو يقول الدميري، يقول عن هشام كان إذا أراد يطلع بسفرة 600 جمل تحمل الملابس. تنبه لي شوية، هذا أبو خرقة بالية اللي كانت عند جدة خرقة بالية لا تستر عورته، 600 فضل من هاي منين جاب؟ من الإسلام، هذا فضل الإسلام، نعمة الإسلام اللي أوصلت إلى هذا. زين إلى شنو هذه هاي الملابس؟ البيوت القصور الفخمة، لو تشوف أكو وصف لرصافة هشام اللي كان يجلس بيها، أو لبعض القصور التي، أو للمقتدر العباسي شنو البيوت اللي بناها في بغداد، اتأمل هذا النمط من البناء. دول كانوا يحلمون به في عالم الرؤيا، ما يحلمون به كل منين؟ بفضل الإسلام. إذن القرآن الكريم جاء فأعطانا، نظم لنا أمور معاشنا وأمور معادنا. زين تعال الآن إلى أولادنا، عندنا فد في مجموعة من الأولاد، هذا ما كل ما عنده معلوماته كلها إذا تجمعها هي حفنة مو أكثر. أول كلام شنو هدوا الناس، تلازمين الناس على شنو؟ ما تخلي الناس الآن يرحون يلتمسونهم طريقة آخر. فرد وصفة إجت قبل 1400 سنة وراح وقتها بعد، شنو القرآن شنو يعني؟ غريب يعني، خل ألفت نظرك يعني، خل أضرب لك بعض الأمثلة. عدنا جوتا، جوتا هذا الشاعر الألماني المفكر الألماني أيضا ومفكر ضخم. جوتا ينظم ملحمة كبيرة يسميها يسمي هاي الملحمة القصيدة المحمدية. زين بنفس الوقت جوتا يحتمل بيش يحتفل بليلة القدر، ليش؟ لأن يقول هاي الليلة نزل بها القرآن، وهذا القرآن من الضروري أن يحتفى به، من الضرورة أن يحتفل به، لأن هذا عطاء لا حدود له للإنسانية. هذا جوتا. زين لامارتين هذا من أضخم المفكرين الفرنسيين، لامارتين يقول محمد خدم الإنسانية بدين لا يضاهى. زين هذا من الأقطاب، من أقطاب الفكر. أجي أقدم لك من كل أمة نموذج مثلا، يعني مثلا تولستوي، هذا اللي يمثل أفرض المعسكر الشرقي، هذا الأديب الضخم المفكر. تولستوي يقول محمد جاء بدين، الدين الذي جاء به ما بخطل، وما أكو به ما يوحي بأنه يخالف العقل أو لا يخدم الإنسانية، أو هذا المؤدى بالذات بالوشع الرجوع إلى نظريته. برنارد شو إلى فصول بالقرآن، وهو من أضخم المفكرين الإنجليز، هذول القمم اللي يقودون الفكر العالمي، هذا رأيهم بالقرآن. وإحنا أبنائنا اللي عاشوا على مائدة القرآن،
أبنائنا اللي رفعهم القرآن من ذاك المستوى المنحط إلى أن شحق بهم عروش كسرى وقيصر، يقعد ويقول شنا بالقرآن؟ شنو القرآن؟ القرآن خلاص راح وقته بعد، ومن قبل هاي لغة آباء. لو شئنا لقلنا مثل هذا، مو هم يقولون هذا؟ أرجوك هذا كلام بعران، هذا كلام البعران، شوي له بالله. أرجوك أنت وين؟ إلى أين؟ أنت إلى أين؟ دقل شوية تأمل بعطاء القرآن. إذا تأملت بعطاء القرآن تقدر تعرف القرآن شنو هو. فالمفروض أن الإنسان ما يعطي حكم ما لم يكن هذا الحكم ناضج ومعالج من كل جوانبه، حتى لما يطي رأي يكون رأي موثق، رأي صادر عن روية، عن فكر، مو لمجرد أنه ليش القرآن قبل 1400 سنة والآن احنا نعمل به والدنيا تغيرت. كلام ايش هذا؟ أرجوك، يعني هو الأمور المعنوية شنو علاقة السنين بها؟ يعني المعنى ما يغير طول السنين، المعنى الأشياء المادية تتغير. صحيح بيت إلى هندسة قبل 1400 سنة، هاي الهندسة مع 1400 سنة لازم نغيرها الآن، لأنه أجت أكو منجزات علمية جديدة أعطتنا نظريات. مثلا أفرض دشداشة أو ثوب كنا اللبسة سابقا، الآن طرع عليه تحوير، ما بيها باش نبالي واسطة نقل، كنا نركب عجلة مثلا عادية، الآن نركب سيارة، معليش هذا يتغير. لكن أرجوك أن الصدق جيد والخيانة مو جيدة، هاي شنو شو يصير بيها؟ تتغير هذه؟ يعني لو فرضنا الآن إجا واحد قال الصدق فضيلة والخيانة رذيلة، هذا الحكم يتغير؟ قابل للتغير؟ مو قابل. النظريات العلمية مو قابلة للتغير، النظريات الأخلاقية مو قابلة للتغير، مهما تغيرت مفاهيم المجتمع. القرآن الكريم الطان عطاء، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. هاي النظرية اللي الطانيها جاي يقول لي انت من تمشي الناس اللي داير مدايرك ناس مثلك، وانت لما صرت مثلا موظف كبير او عندك اموال هواية او عندك مركز اجتماعي ما تغيرت انسانيتك، ما صار عندك خشوم اثنين ولا اربع عيون، ذاك انت فخليك الى جانب الناس، خليك على خلق مع الناس. ارجوك هذا المبدأ الخلقي قابل لي ان يتغير؟ وقابل لي ان يتغير. حتى نظريات الاقتصادية اللي اجى بيها، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمر بالعدل. العدل شنو؟ العدل انا اعيش على منطقة، هذه المنطقة بيها 1,000,000 كيلومتر مربع، من العدل ان اجي الى ذول السكان اللي عندي ما يشكلون كثافة كبيرة قوية، اقول له تعال الك انت 1,000 دونم روح ازرعها واستثمرها. لكن اذا عندي ارض محدودة من العدل ان اعطيه، اقول له تفضل هذا دونمين الك، صح؟ لان المبدأ مرن، القرآن وضع لي مبادئ مرنة تتمشى مع الإنسانية وتحقق العدل. إذن القرآن مهما تمر عليه من الأيام والليالي والسنين لا يتغير عطاءه، لأن الله عز وجل وضع للإنسانية كافة. يطب واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لي يا ابن رسول الله ما بال القرآن لا يزداد على الدرس والنشر إلا غضاضة؟ قال لأن الله لم يرسله لزمان دون زمان ولا لمكان دون مكان. الله ودى للإنسانية، ما طول الإنسانية هذا كتابها، كتاب الإنسانية. ولهذا يوم من الأيام كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جالس، وطبع عليه غالب ويا ابنه منه الفرزدق، لازم ايده بايده وطبع عليه. سأل الامام سلام الله عليه، قال له من يكن منك هذا؟ قال له سيدي هذا ابني، وهو محب لكم اهل البيت، وهو شاعر. تعرف الشاعر كان يلعب دور عند العرب، وبس عند العرب، لا حتى عند الامم كلها، يعني
الآن أكو جماعة بارزين في تاريخ الشعوب لأنهم شعراء. فشيء للإمام يقول له منو هذا؟ قال له سيدي هذا ولدي وهو شاعر ومحب لكم أهل البيت. التفت له الإمام سلام الله عليه قال علمه القرآن إنه خير له من الشعر. ليش؟ طبعا هذا لما يتعلم مبادئ القرآن يعني يتأدب يتأثر على الأقل ولو بنسبة بسيطة. يعني أرجوك أنت الآن تفرض ما تستعمل العطر، لكن لما أشيل لك شيشة عطر هي نفس رائحتها تعطرك وتعطر اللي يدنى يمك حتى لو لم تستعمل. كذلك القرآن الكريم إذا حمل يتأثر بمبادئه يتأثر بأخلاقه. قال له الشعر ما أريد أقول أنا مو زين، لكن الشعر وسيلة قد تخليه ينحرف. شلون يعني ينحرف؟ فعلا فعلا أكو جماعة الشعر حولهم إلى مجرمين، إلى مرتزقة أولا ثم إلى مجرمين. هذا الشعر هالطاقة هذه اللي نعبر عنها شعر وين استخدموها؟ استخدموها في محاربة الحق وفي نصرة الباطل وفي تأليه بعض الناس. نعم، يعني أحيانا لما ترجع إلى الأدوار اللي لعبوها الشعراء أرجوك واحد يطب على المتوكل، يتنبه لي يطب على المتوكل يقول له ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، وأما أبو عبد الإله فإنه شبيهك بالتقوى ويجدي كما تجدي، وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي. تلاحظ هذا وين؟ على المتوكل. شبيهك بالتقوى يقول له هذا شبيه، ما أدري هاي التقوى ما المتوكل وين هي؟ مواخير الليل اللي كان يرتادها او شنو؟ انت ما لك علاقه بتاريخنا، التاريخ لما يجون للمتوكل ما تدري ايش قد يطو او صار، ما لك علاقه بتاريخنا، لان تاريخنا يريد يحول هالمستنقع يسوي ادمي، وواضح ليش يريد يسوي ادمي. انا اكد لك اكو جماعه ذولا يعني ضخموا علي من على حساب علي بن ابي طالب. تعرف ليش؟ لانهم يكرهوه لان يكرهون علي ابن ابي طالب صاروا مهمين. ما احب شويه اعد لك اسماء واي هذول اصلا اذا توخر عن بغض علي ابن ابي طالب ما حد يعتني بي، لكن معتنين بي لان هذا يجيب عباد المخنث ويحط له وشاده ويرقصه يقول هذا الانزع البطين هذا امير المؤمنين، يهزأ بعلي ابن ابي طالب. نبه لي هالجيب هذول هالقدر هذا اللي يصل الأمر بي لهالدرجة ما عند ذرة وفاء لما صنعه لهم علي بن أبي طالب اللي جعلهم بني آدم. طيب هذا يوقف لواحد من الشعراء هكذا يخاطبه، وتلاحظ أكو بعض الشعراء يبلغ بي الحقد في محاربة الحق. يوقف مروان ابن أبي حفصة يخاطب بني هاشم، هذا كان رشيد هو معتز به شاعر بلاطة، يجي لها الرواية المخترعة أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وتزوجها أو أراد أن يتزوجها ولكن منع. شي يقول له من جملة الأبيات، علي أبوكم كان أفضل منكم، أباه ذو الشورى وكانوا ذوي فضل، وشاء رسول الله إذ شاء بنته بخطبته بنت اللعين أبي جهل، وحكم فيها حاكمين أبوكما هما خلعاه خلع ذي النعل للنعل. اتأمل هذا هو والبلاط اللي دعمه قدر يصمد أمام علي بن أبي طالب؟ أبدا وأبيك. رح
بلاطة اللي كان ماخور مال جواري راح انتهى، انتهى كل شيء، وهو نفسه وشعره وأدبه وهذا الطهر المطهر بقي يتألق على مدى الأزمنة. أتأمل الآن كلما تمر الدنيا تسجد في محراب هذا الرجل الطاهر. في واقع الأمر قد يجين الخميل بضع ورود، قد يجين الخميل بضع ورود وبمعنى كجنة من أقاحي. نعم، يقول له على الشعراء، يقول له شيدي أنا إذا أطب لي إلى حديقة والحديقة بها شت سبع وردات تلفت نظري، فكيف إذا أطب لي إلى حقل كل ورد منوع؟ فعلا كل ورد منوع منين ما تمر بي. الواقع يقول لقد يزين الخميل بضع ورود وبمعناك جنة من أقاحي لمعانيك ألف باب وباب، يا ترى أين يقتدي مفتاحي؟ فالمسألة إذن الشعر ممكن، أنا ما أريد أقول يعني كل شعر هكذا لا، بس هو طاقة وغالبا تنعكس عليها الدنيا، لكنه القرآن الكريم لا، ما يمكن عصمة للإنسان. يقول لعلمه القرآن، القرآن يعلم المفاهيم، مفاهيم الكرامة، مفاهيم الاستقامة، فعلمه القرآن. وفعلا والله علم القرآن وانعكس عليه القرآن في بعض مواقفه، يعني أنا أكد لك هذا، الفرزدق صارت لمواقف، هاي أثر من آثار تعليم القرآن. فلون يعني مثلا موقفه مع الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهذه ميميت العصماء اللي خلدته هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظاهره العرب، تعرف من أنكر، والعجم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله قيل هم. إذن هذه من عكاشات القرآن، من مبادئ القرآن اللي انعكست عليه. وبالفعل الإمام سلام الله عليه السجاد وداله 12,000 درهم من بعد هاي القصيدة، من بعد هالموقف قال لها استعين بها على ظروفك، ترى لو عندي بالبيت غيرها كنت أودي لك. لما اجت لي قال له سيدي، يقول له للرسول رجعها وقل له سيدي انا ما مدحتكم للدنيا، انا ترى اندل، لو اريد لو ادور على الدنيا اندلها، يعني اقدر اخذ لي بيتين من الشعر او بموقف من المواقف. قال له انا املك طاقه مو مثل غيري، واكو بعض الناس ما يقدر يوصل، لكن اللي يقدر يوصل ويضحي نعم هذا هنا يعني يبين صلابة موقفه، يبين نظافة معدنه. يقول له شيدي أنا بوسعي ترى أقدر أروح، يعني بثلاث أبيات أقدر أخذ من بلاط الأمويين ما أريد، أنا مدحتكم للدين ما خالصة الدنيا بعد يومين ثلاثة خالصة. قال له الإمام ارجع إلى، قل له شكر الله سعيك، لكن إحنا مو من خلقنا هذا، إحنا إذا طلعنا شيء من بيوتنا ما نرجعه إلى بيوتنا مرة أخرى. صلوات الله عليكم يا آل محمد، اللهم في رحاب يا آل محمد. على أي حال هاي من انعكاسات القرآن، هذه من انعكاسات القرآن الكريم وتربية القرآن الكريم. الإمام يقول له علمه القرآن إنه خير له من الشعر. طيب، فإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. كتاب مكنون شنو المقصود به؟ زين، هنا أكو آراء، لعل من بعض الآراء
رأي عجيب غريب ينقل الطبري في تفسير هاي الآية في تفسيره، يقول في كتاب مكنون يعني ما يوصل لي الغبار ولا التراب. رأي عجيب يعني، عجيب غريب في بابه. هذا طبعا ما يعتد به هذا الرأي. رأي آخر أن معنى في كتاب مكنون يعني في اللوح المحفوظ. نبه لي، يعني أن هذا اللي عندنا القرآن نسخة عما كتب باللوح المحفوظ، أساسا الله عز وجل خطه باللوح المحفوظ اللي ما يوصل إلى إلا الملائكة المطهرون، ذول هم اللي يوصلون ويشوفون الآية ويحملها جبرائيل من بعد ما يقرأها باللوح المحفوظ ينزل على النبي صلى الله عليه وآله. إذا صارت المناسبة، إذا صار السبب الموجب لنزول الآية يقرأ الآية باللوح المحفوظ وينزلها إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث، لا، في كتاب مكنون يعني هالقرآن هذا لكنه محفوظ. مكنون منين؟ عليه كن، عليه حفظ. شنو هو الحفظ؟ المكن والكن يعني عبارة عن الوعاء اللي يحفظه، الوعاء اللي يحفظ القرآن. شنو الوعاء المعنوي؟ الوعاء المعنوي شنو؟ القرآن أولا الله عز وجل تكفل بحفظه، وثانيا المسلمين القرآن إذا بين عليه أقل شيء، ثاني يوم اللي قارئين القرآن واللي يحفظون القرآن يتنبهون إلى أنه صار تغيير. ولذلك أنا ألفت النظر، إحنا يريدنا شوية أولادنا، يريدنا أولادنا تصير لهم مؤسسات لتحفيظ القرآن الكريم. من الضروري، لأن أسلافنا وتراثنا، تراث كان غني بهذا المعنى، أن الصبي يتوفر على حفظ القرآن الكريم، لأن هذا الصبي بعد برعم خالي الذهن، هذا ما عنده شيء يشغل ذهنه، في بواكير أيامه يجزأ إلى القرآن حتى يحفظ القرآن. لأن الواقع أئمتنا ضربونا أمثلة شامية في هذا حفظ القرآن. يا أخي شنو أكرم من أن يكون الإنسان وعاء لحمل القرآن؟ شنو أكرم من هذا؟ الولد إذا حمل القرآن يعني حمل المبادئ العالية، الأخلاق الكريمة، المعاني الضخمة في القرآن، إذن محفوظ، والله تبارك وتعالى تكفل بحفظه. ما أكو سبيل إلى العبث بأصله. وأنا أكثر من مرة يومية يعني كل سنة طبعا هالمعنى نتطرق، وإن كان أنا واثق أأكد لك يعني لو يوميا نقعد نودن من الصبح لليل نقول يابا ترى القرآن محفوظ، وإحنا نظريتنا النظرية أن هذا القرآن هو ما بين الدفتين بين أيدي المسلمين. أكو مرتزق يقول لا أنتوا عندكم تقية، هذا تقولون القرآن محرف. لك أنا الآن جاي أعترف، أنا ما يهمني برضاك، رضاك طق راسك بألف حائط، أنا ما يهمني رضاك أو عدم رضاك، لكن الواقع هذا، أنا بس دولة مو طلاب حقيقة، دولة مو طلاب حقيقة. لو طالب حقيقة كان قال هذا مسلم، وأنا أحمل فعل المسلم على الصحة، وبعدين تفضل أي مؤسسات الدينية، وهذا القرآن اللي يدرس في مؤسسات الدينية هذا هو كتاب المسلمين. لكن دولة مو عندهم غرض، يعني عنده دكان يعيش على هذا. في الواقع كتاب مكنون يعني أن القرآن محفوظ عن التحريف والتغيير والتبديل في أصله، لكن في تفسيره لا، التفسير صار بيلعب بلا كلام. هذا يعني أنت الآن تلقى أي واحد يجي يريد يفسر القرآن بالشكل اللي يريده. الساعة مرة واحد يتبع الآية، أكو واحد من يفسر القرآن يتبع الآية، الآية وين تأخذه يروح وياها، مثلا المعنى اللي بالآية هو يلحقه، لكن أكو واحد لا يخلي القرآن يلحقه، يجيب نظريته هو بالأول يحطها ويجيب القرآن يجرجره يشوفه حتى يخليه يأيد نظريته. نتنبه لي، هذا طبعا التفسير بالرأي المنهي عنه. أما أني أتبع معنى القرآن
أنا أركض وراء القرآن على معنى حتى أخذ معنى، في كتاب مكنون يعني شال من التحريف، لكن التحريف يجي مثل ما قلنا بالتفسير. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، هذه قضية على نحو القضية الحقيقية مثل ما يقولون الأصوليين، يعني أن القرآن الكريم اعطاها قاعدة عامة أن المؤمن ما يستغفر إلى مشرك ولو يكون قريبة. يجون الجماعة بعض الجماعة اشتغلوها، قال هاي إيه هي هاي، هاي يعني أبو علي بن أبي طالب. لو تشوف والله وحياتك أنت لو تقرأ ما يكتبه المفسرون، شوف مثلا أقرب لك المعنى، شوف اقرأ هاي الآية: ولا تطع كل حلاف مهين هماج مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، واقرأ شوف ذرني ومن خلقت وحيدا، هالمكانين ذني شوفين شو يكتبون المفسرين عن الوليد أبو خالد بن الوليد، شو يكتبون عنه، كل هالناس لا تبي ذني ويكتبون المفسرين، يعني كل المفسرين المسلمين وغير يعني المذاهب الإسلامية المتنوعة، لكنه أنت تسمع لك واحد من الخطباء فرد يوم يصعد على المنبر ويقول أن أبو القائد خالد كان كذا وكذا وكذا، مشلبي لك الأبو طالب هاي من الصبح والليل كأنه هذا ما عندهم شغلة غير هاي. يا أخي أرجوك إكراما لهذا الرجل على الأقل اللي كل ذرة من ذرات كيانه كانت في خدمة الإسلام، وإكراما لمواقف أبي طالب اللي حفظ الإسلام في أحلك الظروف. أنتوا الغريب أن ما تأخذون عظة وعبرة، يعني أنتوا هذا الرجل اللي يقدم أربعة من أولاده يفدون النبي عليه من إذا كان ما عنده إيمان بالإسلام، أنا أجيب أولادي الأربعة أذبحهم من أجل ابن أخوي إذا ما عندي إيمان بأن هذا يحمل رسالة، كلام فارغ ما يصمد أمام النقد. المهم لا يمسه، انتقلت الآية قالت لا يمسه إلا المطهرون، هاي طبعا لا يمسه إلا المطهرون، شنو هاي حكاية يو لا تشريع، يعني مو إحنا عندنا الأمر مرة يجي بصورة مثل ما يقولون العلماء بصيغة افعل الأصوليين، يعني مثلا صلي، ومرة لا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون، نبه لي، يعني أمر في صورة الخبر تفت شويزين إذن لا يمسه إلا المطهرون، شنو هاي خبر، يعني القرآن يقول النبي أو الله عز وجل يقول أن هذا القرآن ما يقدر يمسه إلا الطاهر، هذا إذا على نحو الخبر كذب يصير، ليش؟ أكو ناس شوية مطهرين ويشيلون القرآن مو على وضوء ولا على طهارة أو شايل القرآن، وياكو ناس يتقرب والحال منهي عنا هذا القرآن الكريم. ما طول مرينا بهذه القضية شوي خل ألفت نظرك، يعني دفرضني أنا الآن مو على طهارة أو جنب، زين لما أكون جنب يجوز لي أشيل القرآن أحط يدي على حروف على كتابته مثلا وأقرأ أو أكتبه؟ شوف آراء المذاهب بالموضوع، عندنا الحنابل، عندنا الأحناف العفو والموالك يقولون المجنب أولا مش حروف القرآن، أنا تحط إيدك على كتابة القرآن هاي بإجماع المذاهب الإسلامية غير جائز إذا أنت مو طاهر، هاي بالإجماع، لكن كتابته وقراءته، أريد أكتب لي آية أو أريد أقرأ لي أنا مجنب وارد أقرأ لي آية قبل النوم، أريد أقرأ آية الكرسي مثلا يجوز لي أو لا. قسم عندنا من المذاهب مثل الأحناف والموالك يقول تجوز لا تجوز كتابته لكن قراءته عن ظهر قلب تجوز، حنابل أيضا يقولون قراءته عن ظهر قلب تجوز، لكن يجوز كتابة جزئية
لغرض من الأغراض. عدنا الشوافع ما يجوزون لا قراءته ولا كتابته، إذا واحد مجنب مو على طهارة ما يجوز لا يقرأ حتى ولو آية ولا يكتب. عند الإمامية لا، احنا عندنا يجوز قراءة القرآن إلا الصور الأربعة العزائم، إلا آيات العزائم، نعم المنصوص عليها اللي ما يجوز قراءتها، وإلا جائز القراءة وجائز الكتابة. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله أرسل الرسالة إلى هرقل ملك الروم عظيم الروم، ومن جملة مضمون الرسالة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فطبعا هذا ما كان يغتسل من الجنابة وما كان طاهر وراح يلزم هذا الكتاب ويقرأ بيده، والنبي يعرف أنه راح يقرأ. إذا كان هذا محرم ما يشوغ النبي يودي له شيء يعينه على الحرام يعينه على الإثم. هاي من جملة الأدلة، والنصوص واردة عن أهل البيت في هذا المعنى. أما أني أحمل القرآن وأحط إيدي عليه على حروفه وأنا مجنب، لا ما يجوز، هذا بإجماع المسلمين لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان أكو قراءة إلا المطهرون، المطهر يعني اللي على وضوء، اللي على وضوء زيادة على كون نظيف، يعني على وضوء أني لما أدن إلى القرآن كن أتوضأ. نبه لي ليش؟ إكراما للقرآن الكريم. القرآن أولا لا يكون أخليه في مكان يعتبر إهانة إليه، ولا يكون أخلي عليه أشياء تعتبر إهانة إليه، كون أكرم ماديا ومعنويا، لأن هذا كتاب الله، هذا مجدي، هذا حضارتي، هذا تاريخي. القرآن الكريم ينبغي أن يعتنى به وأن يرعى بعد، وأن لا يهجر. شلون لا يهجر؟ يعني قد تلقى بعض البيوت بيها قرآن التراب صاير عليه، يا شما ما حاطة للبركة هذا عود. يا أخي القرآن الكريم مشكة، اقرأ لك بي آية آيتين شوية، متع بشرك بي حتى الله عز وجل يرحمك، حتى يعطيك أيضا نعمة لبصرك. القرآن لا يكون يهجر، لا يكون أخلي أنا مهجور وما أتناول مضامينه ولا أتناول قراءته، لأن هذا يشتكي غدا إلى الله يوم القيامة. طيب النبي صلى الله عليه وآله تركنا نوعين من القرآن، تركنا قرآن صامت وتركنا قرآن ناطق. القرآن الصامت طبعا الكتاب الكريم، والقرآن الناطق من حمل القرآن وهو الطهر الطاهر، وهم العترة اللي الله عز وجل على لسان نبيه جمع بينهم وبين القرآن. إني مخلف فيكم الثقلين، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما ليفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا اللي رواه جمهور المسلمين، وإن كان مع الأسف متروك عندنا. أكو إصرار على أن يقال وسنتي، كتاب الله وسنتي، لا وعترتي. وموجودة الرواية بطرق صحيحة موثوقة وفي مختلف كتب الصحاح، ولا يضير العترة أن ينحرف عنهم منحرف، هذا الواقع ما يقدم ولا يأخر. إذن الكتاب والعترة لن يفترقا. ولهذا يقولون المؤرخين كان يحرس الحسين سلام الله عليه، هو ومن معه ألا يبيتوا ليلة من الليالي وقد فارقوا القرآن. لما يجن عليهم الليل وين اتجهوا؟
اتجهوا إلى محاريبهم، إلى قراءة القرآن. كان يلح الحسين على قراءة القرآن، يبقى دائما هالمعنى مجسد، الحسين العترة والقرآن. ورحم الله سيد حيدر، شمة العبيد من الخشوع عليهم لله انضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرار. وبالفعل قضى الحسين ليلة العاشر إلى الصباح هو وأصحابه بين قائم وقاعد وراكع وساجد، إلى أن انبلج عمود الفجر، طلع عاد من القرآن نزل إلى الساحة. رحم الله الكعبي، خلط الشجاعة بالبراعة، فالصليل على الدليل لشنانه ولشانه صدقان من طعن وقيل، وأبو المنية سيفه وكذا الشحاء أبو السيول. مصبح صلى صلاة الصبح واستقبل القوم صباحا، رمق السماء بطرفه قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، إلى آخر خطبته. ووقف الحسين وعظ هؤلاء، أنذرهم، شاف لا أكو إصرار على حربه، أن لا بد من أن يقاتل، يعني قادم على أن يقتل. رجع عاد، رجع ليودع عياله، رجع إلى الخيمة، وقف بباب الخيمة، صاح: أخي زينب. قالت: لبيك يا ابن أم. صار الحسين يمر يودع، يدعوهم إلى وداعه، يتزوج من أهله وينزل إلى ساحة الحار. خنشوف هالساعات هاي اللي مرت، هالصورة الحزينة المؤلمة، هاللحظات اللي تكلمت بها الدموع بدل الكلام. ويقول أحد الأدباء: لو كنت ساعة بيننا ما بيننا ورأيت كيف نكرر التوديع، لعلمت أن من الحديث مودعا، أو لعلمت أن من الدموع محدثا، ورأيت أن من الحديث دموع. وفعلا مر الحسين يودعهم واحدا واحدا، وانفرد مع أخته زينب بوداع خاص. هي عاد استدعت باقي الفتية والأطفال لوداع الحسين: قوموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجواد إن الفراء طويل. فخرجنا رفعة الحجال عواترا، وغدا لا حول الحجال تلك المدامع للوداع تشيل. لمح الحسين على عيني أخته دمعة، مد يده إلى جيبه، أخرج منديله، قال: لا أخي، لا لا، تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان. انفجرت خون شان تريدني أنشأ أبطل النوح ونيني، خذ ذكرى
صورتك من عيني ايام اللي جنت وياك انا غيك وتناغيني دي ترجع بي الى الوراء تقول له انا ما لحظة فارقتك ابدا نشأنا معا درجنا في حجر واحد تربينا في اسرة واحدة انا هالمناظر ما تبعد عن عيني هذا الاثر ما يبعد عن عيني اخذت تذكره بهذا اخويا يا ثغر الرضا يا الخوة من فدايا امي يا ابي يا ثوب اللي ذبر ريحة والد وامي هكذا ظلت متعلقة به عيناها تلاحقه إلى أن بعد عنها أرجعت عينيها وقد ملئت بالدموع المن بعد يحشين من وراي ظن انقطع وانقطع حام يلاحظها اخواني شوي نتوجه الى الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربي نسألك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد اللهم في رحال آل محمد يا ربي وفي رحاب آل محمد اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا اقض حوائجنا من على مرضانا بالشفاء يا من لا يغلق بابه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.